أخضر السعودي طبعا يواصل زحفه نحو نهائيات كأس العالم في قطر نعم السنة القادمة 2022، ويدخل اختبار صعب جدا جدا أمام منتخب أستراليا اللي هو المنتخب أحد عمالقة المنتخبات الآسيوية من التوب فايف في آسيا. طبعا المنتخب الأسترالي في كل التصفيات منذ انضمامه للاتحاد الآسيوي يتأهل في كل التصفيات التي خاضها في التصفيات الآسيوية يتأهل لكأس العالم. ومن قبل طبعا الاتحاد الأسترالي لما كان جزء من اتحاد أوقيانوسيا برضه كان بيتأهل تقريبا في كل مرة، هو يصل لها في الملحق سواء كان مع اتحاد كونكاكاف أو مع اتحاد أمريكا الجنوبية، يمكن كان بيواجه صعوبة في التغلب على المنتخب الخامس من أمريكا الجنوبية. فالاتحاد الأسترالي بعد ما انتقل للاتحاد الآسيوي أصبح يتأهل بسهولة أكثر من في قبل، لأنه أول كان يقابل منتخبات صعبة اللي هي طبعا منتخبات أمريكا الجنوبية كانت تلعب الملحق غالبا مع أستراليا اللي كان بيكون هو بطل أوقيانوسيا. حاليا في 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 القاره الاسيويه المنتخب الاسترالي ايضا هو احد المنتخبات القويه جدا التي يصعب مقارعتها. غدا المنتخب السعودي يمكن الفوز بيضمن له بنسبه كبيره جدا جدا احد المقاعد المؤهله مباشره الى النهائيات، سواء كان المركز الاول او المركز الثاني كأسوأ تقدير اذا ما وصل المنتخب السعودي في انتصاراته. بس يمكن هي مباراه بكره دي امام استراليا حتكون هي العقبه الكبرى للمنتخب السعودي اللي هي حتكون اصعب مباراه ممكن يواجهها، يمكن هي ومباراته امام اليابان في 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 العاصمه اليابانيه اللي هي غالبا حتجي يمكن في وقت متاخر جدا بعد ما تكون الامور شبه حسمه. فهي مباراه بكره دي هي المباراه الاهم بالنسبه للمنتخب السعودي، لو ما استطاع انتزاع الفوز فيها على الاقل يعود منها بتعادل، حتكون نقطه ثمينه جدا برضه للمنتخب السعودي.